انا اتجوز؟ هطلع عينيكي هخليكي تقولي حق برقبتي. يا بكر يا بكر يا رشيد، ده تزوير في اوراق رسميه. هو حصل ايه بس يا سمان؟ حصل ايه؟ انا عملت فيك ايه عشان تعملي فيا كده؟ اني بتاع جواز مطر؟ بعض يا اخويا ده متجوزين، ايه اللي جد بس؟ ال1000 جنيه! 1000 جنيه واخر صداق! ليه؟ بنت البرنس عباس حليم، ده بنت عمران لحظة! هصعدك! مش هتندم! انت يا اخويا مش كنت مبسوط معايا؟ هبسطك اكتر، هوريك اللي عمرك ما شفته! انا هخليك تشوف النجوم في عز الطول! مصيبة! مصيبة سودا وحاطط على دماغنا كلنا! يوه! الشر بره وبعيد! ايه؟ في ايه يا اورني انت راح؟ ما خلاص ما بقتش اورني، سحبوا مني تخصصي، الحكومة لغت الدعارة. يا لهوي! بتقول ايه؟ اهو قانون الغاء البغاء. قوانين غريبة، وافق البرلمان على قانون الغاء البغاء الذي تقدم به النائب الوزير. شلها يا برلمان! شفتي؟ شفتي؟ جوازة نحس، اتقطع عيشنا، يطلع القانون يوم ما اتجوزك، ان شاء الله انا وانت هنسمح بترمس. يبقى اكرم لنا، اهي دي ديت جوازنا في صحيح، ربنا رايد نتجوز ونعيش بشرفنا. الحمد لله يا رب. اجيب لك بس الهباب اللي بتشمه بايه دلوقتي بعد ما الحكومه منعت الدعاره. الحكومه تمنع الدعاره على كيفها، لكن مش ممكن هتمنع الرجاله تشوف مزاجها. قصدك ايه يا سيجلال؟ قصدي اشتغل بعيد عن الحكومه، اشتغلي دكاكيني. طب تشتغلي ايه؟ اشتغل ايه يا بيت؟ في القرن، في الكامب الانجليزي يعني. كامب؟ اشتغل في الكامب يا بنتي الكامب؟ طب دول بيقولوا ان هما بيدوا فلوس كويسه قوي. ما هي الحكومه سبق ومنعت الحشيش. لا الحشيش خلص ولا الحشاشين بطلوا يحششوا. لو الحكومه تنصفنا تصرح بالدعاره في مكان الطرف. في الجبل مثلا. يعني هنرجع للنقط تاني؟ لو الحكومه تنصفنا صحيح توظفنا في شغلانه تاني. هو احنا بنفهم اللي في الشغلانه دي؟ اهي دي بقى اللي عايزه علام ولا شهادات. خلاص ادونا تعويض. ايام الحرب كانت الحكومه بتدي 10 جنيه لكل واحده تطوب، دلوقتي ولا 100 جنيه كاف، وفي الدنيا النار اللي احنا فيها دي. ايه كنت يا نوسه؟ رأي انت عارفه يا سيمان، كل شحط من دول يتجوز له واحده ويفتح لها بيت ويصرف عليها. كلام غريب، يصرف عليها؟ يصرف عليها منين يعني؟ يشتغل اي شغلانه يا اخي، خليكوا رجاله بحق وحقيقي. سامعين؟ خليكوا رجاله. انا عندي حل، كلنا هنشتغل صحبه من غير ما نتفرق. البيت ده نقلبه كباريه. كباريه؟ اه، اللي تعرف تتهز ترقص، واللي بتغني الروحة في الحمام تغني على الجمهور، تبقى فنانة وتاخد نقوط. أستاذ والله. إيه رأيكم؟ أحب العبقرية. Thank you.
الست دخل تمن الحاجات اللي اتكسرت على الفاتوره. طبعا احنا فاتحين جديد والواجب ان احنا نكرم الزباين عشان يجونا تاني. الزبون اللي يجي هنذبحه وان شاء الله عنه ما جه تاني. انا مكلف الكباري ده دم قلبي ولازم اجيب تمنه. انا سمعت ان عندكم اوسخ خمره وانا بحب الخمره النتنه. الوسك النظيف ما بيأثرش على معدتي. كم اون بوي كم. كاس منقوع البراطيس من اللي بتدول الناس وتقول لهم ده ويسكي. المايه اللي عندنا كلها مقفوله. مين انت عملت برمان يا ابن سنيه على مهله؟ حس كده بقى اديني كاس من الوريد. قبل الاكل ولا بعد؟ امال فين الكرام يا صاحب المحل؟ تحت امرك يا جلال بيه. عايزين ترابيزه يا البست. تحت امرك. كم نفر؟ احنا 75 ترابيزه واحد. بس انت اللي هتخدم علينا. تحت امرك. اتفضل. كم؟ اتفضل. طلباتكم لسواء موزة الشمور تليق بالرتب الكبيرة دي. بس هنا كباريه محترم مفيش الحاجات دي. محترم. اضحكتني يا ابني اللعيبة. كويس انك ضحكت. الناس بتيجي هنا عشان تنبسط. بس اللي يشوف وشك يتعاقب. يبقى مفيش داعي يجي. ده بتطلبنا نفر عشان مغرزه المحل محلكم. قوم قوم نشوف محل نظيف. قوم كم كم الحساب؟ كم؟ 3 كونياك ب70 قرش جنيه والباقي عشان أنست وشرفت. مرة جاية هنيجي وهنجيب نسواننا معانا. كم يا عمونا؟ وجدت غريب. كنت تطرد هو اللي معاه؟ أطرد الإنجليز. الحكومة بقى لها 70 سنة مش قادرة تطردهم. يبقى كنت توقفوا عند حد ونتخانق وتقوم حريقة. ما تقوم. انت ما كنتش كده زمان. زمان ما كانش عندي حاجه اخاف عليها عشان كده كنت فاتح صدري. دلوقتي اي خناقه اخسرها عليا. اذا سطير كده ولا كده تكسر حاجه. لو كسر لوح بالنور انا اللي هخسر ثمنه وده ثمنه بشيء الفلاني. يا نهار اسود. لوح البنور اغلى من كرامتك. رجوله اهدي. لي ابره وفتله سودا عشان ارقي نفسي شريطه. انت هتسافر البلد؟ امال هلبس ميري عشان امشي في المحمل؟ ما انت كنت هناك من جمعتين. غلبتني معاكي. ما روحش تقولي لا روح شوف ابوك. اروح تقولي لي ما تروحش. لا لا روح يا اخويا روح. ياك تتعدي منه شويه مروه وشهامه.